حقيقة أن زيارة الرئيس البرزاني هي يعني جاءت بعد قطيعة دامت 6 أعوام، يعني جاءت لحلحلة بعض الأزمات. أنا يعني هنالك مفردة أعترض عليها، أنه تصفير الأزمات لا يوجد في السياسة وخاصة في العراق تصفير للأزمات. الأزمات العراقية مستمرة، لكن حاول السيد البرزاني يعني متمثل بقيادته ورؤيته الحكيمة إلى حلحلة هذه الأزمات وتقسيمها إلى محاور، والتحاور مع المكونات المجتمعة والمؤثرة والتي لها تأثير داخل أروقة الحكومة العراقية. نلاحظ من لقاء السيد البرزاني بالسيد محمد الشيع السوداني ما جاء اعتباطا، يعني لو لم يرى السيد البرزاني مرونة من السيد السوداني لما أقبل على هذه الزيارة المرتقبة. يعني كنا يعني بعض المحللين كانوا يترقبون هذه الزيارة، لأن في تصريحات سابقة للرئيس البرزاني قال أن مصلحة أربيل في بغداد ومصلحة بغداد في أربيل، إذن هنالك عملية تبادلية سياسية وأمنية واقتصادية بين بغداد وأربيل. نعم. يعني على الجميع كما قال السيد برزاني، على الجميع أن يتفاوض ويستعمل الحكمة لدرء هذه المشاكل المحيطة بالحكومة العراقية، ومحاولة تقزيم الأزمات لا تصفيرها، تقزيمها وتقليل حجمها. تماما. الأهم من الجلوس إلى طاولة الحوار هو يعني الالتزام بتنفيذ مخرجات هذه الحوارات. بالتالي على الأرض سيد محمد، اللقاءات التي عقدها الرئيس بارزاني شاركت فيها كما تعلم زعامات للفصائل، وهنا يعني سؤال مهم يتصدر: كيف سيؤدي ذلك إلى تخفيض التصعيد والهجمات التي كانت تجرى سابقا ضد إقليم كردستان، وهي ليست ببعيدة يعني منذ أشهر؟ نعم، لو يعني حللنا سيمياء الصورة للقاءات التي أجراها السيد البرزاني، التقى بالسيد السوداني وبقيادات المكون السني وبقيادات الإطار، يعني كل لقاء له مخرجات. لقاء السيد البرزاني مع الإطار وقوى الإطار يوضح لهم يعني مسألة اشتراك العراق أو جر العراق إلى مأزق عسكري كبير يعني العراق في غنى عنه. كما تعرفين سيدتي والسادة المشاهدين أن السيد البرزاني يعني مخضرم في السياسة، عاش بين عصرين، يعني قبل 2003 وبعد 2003، هو يفهم العملية السياسية ويفهم أيضا أمريكا وسياسة أمريكا. يعني جاء لتوضيح لقوى الإطار أن ما يفعله الإطار سوف يعود عليه يعني بأزمات متكررة تماما وبانهيارات داخل الإطار، يعني جر العراق إلى يعني إلى النار المشتعلة داخل المكون العربي، داخل الإقليم العربي، سوف يضر العراق ولن ينفعه. يعني التخلي عن بعض المناوشات والمهاترات السياسية والعسكرية واستهداف بعض القواعد الأمريكية لن يجدي نفعا، وأربيل تضررت وأيضا قادة الفصائل والإطار أيضا تضرروا. فأعتقد أنه يعني أوصاهم بخفض هذه الوتيرة أو حدة الاستهدافات التي تحصل بين الفصائل وبين القوات الأمريكية.